درسنا اليوم هو الأسماء الموصولة. نحن سبق ورأينا الأسماء الموصولة في دروس القراءة في تمارين القواعد، ولكننا لا نعرف بأنها تسمى بالأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة هي أحرف لا معنى لها كحروف الجر وكحروف العطف، إلا إذا دخلت بين جملتين. هي عمل الأسماء الموصولة ربط الجملتين ببعضهما البعض. إن كانت هذه الجملة نواة أو بسيطة فهو الاسم الموصول يربط الجملتين ببعضهما البعض. كما أسماء الإشارة، لكل اسم موصول نوع وحالة. النوع إذا كان مذكر أو مؤنث، والحالة هي إذا كان مفرد مثنى أو جمع. نرى هنا في هذه الصورة أحبائي بأن الذي للمفرد المذكر، التي هي المفرد المؤنث، لذان هي مثنى مذكر، لتان مثنى مؤنث، لواتي هي لجمع المؤنث، والذين هي لجمع المذكر. لدينا مثال: نجح التلميذ الذي درس. الذي هو اسم موصول مفرد مذكر، لأن الاسم الذي سبقه هو مفرد مذكر. فأنا عندما يجب علي أن أضع الاسم الموصول المناسب في الجملة، علي أن أضعه حسب الاسم الذي يأتي قبله. فأنظر إلى التلميذ، التلميذ هو مفرد مذكر. فهنا أنظر إلى الجدول أمامي بأن الاسم الذي يكون مذكر مفرد هو الذي. ولو قلت يا أحبائي التلميذان كنت كتبت اللذان، ولو قلت التلاميذ كنت كتبت الذين. هنا أتساءل، لماذا وضعنا في هذه الخانة اللذان واللذين؟ أنا سأقول لكم بأن اللذان هي إذا كانت الكلمة لدي مرفوعة كالتلميذان، أما إذا كانت الكلمة التلميذين فسأستخدم اللذين. يعني اللذان هي للمرفوع، واللذين هي للمجرور أو المنصوب. كذلك بالنسبة إلى المؤنث، مؤنث مفرد أي التي، مؤنث مثنى أستخدم اللتان في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر أستخدم اللتين. للجمع المؤنث اللواتي. فإذا الاسم الموصول إذا لم يكن في الجملة هو لا معنى له، هو يتم المعنى بوجوده في جملة معينة. مثلا: أحترم الجندي الذي يحمي وطني. الجندي هو اسم مذكر مفرد، فأضع الاسم الموصول الذي. الجملة التي تأتي بعد اسم الموصول يحمي وطني تسمى صلة الموصول. الجملة التي تأتي بعد اسم الموصول تسمى صلة الموصول. أما الجملة بكاملها أحترم الجندي الذي يحمي وطني، هي جملة مركبة أو جملة موصولية، لأنها استخدم فيها الاسم الموصول الذي. أحبائي ننتقل إلى التمارين في كتاب القواعد صفحة 22. التمرين الأول: علي أن أضع خطا تحت الاسم الموصول، أحدد نوعه إذا كان مذكر أو مؤنث، وأحدد الحالة إذا كان مفرد مثنى أو جمع. أحب العامل الذي ينجز عمله بنشاط. الذي هو اسم موصول أضع تحته خط مذكر مفرد. أحترم الذين يخدمون الوطن. الذين مذكر جمع. تعب الولدان اللذان ساعدا والدهما. اللذان اسم موصول مذكر مثنى. فرحت التلميذة التي نالت المرتبة الأولى. التي اسم موصول مؤنث مفرد. استقبلنا الفتيات اللواتي شاركن في المباراة.
اللواتي هي اسم موصول مؤنث جمع. فإذا نعود ونذكر بأن أسماء الموصولة هي الذي، اللذان، اللذين للمذكر، مؤنث التي، اللتان، اللواتي.